عشوا حب الكيان، الزمالك حبه وعشق على مر الزمان، لشبابه لشبابه وبمحترفيه. طموحاتك ايه الفترة الجديدة الموسم الجديد ان شاء الله؟ ان شاء الله حضرتك هنكون في افضل حال، هي لعيبة كويسة جدا والاحسن لعيبة، هنكون في افضل حال ان شاء الله وهناخد السوبر ان شاء الله. مزيد من الانجازات ان شاء الله، والبطوله اللي جايه بتاعت الكاس السوبر المصري السعودي لنادي الزمالك، والبطولات القادمه كلها لنادي الزمالك باذن الله. ان شاء الله بتمنى يعني لنادي الزمالك انه يبقى احسن واحسن ويبقى في تطلعات احسن من كده، وربنا يوفق اللعيبه ويوفق النادي. ان شاء الله الزمالك الفتره الجايه يحسب كل البطولات. احنا عاوزين نادي الزمالك يكسب في كل البطولات اللي جايه، قاريه او كاس العالم للانديه وبطوله دوري ابطال افريقيا، واهم حاجه ان هو دايما روح الفريق تبقى موجوده. يعني يحصل على بطولة أفريقيا ويكرر نفس النظام برضو، بطولة الدوري وكاس مصر، وأهم حاجة السوبر اللي قدام يوم ماتش 9 قدام الهلال السعودي، إن ده ماتش ده هيدينا دفعة للأيام اللي بعديها. طموحاتي إن دايما يكون في إنجازات ويكون في بطولات، وإن الزمالك يفضل ماشي على المبدأ اللي هو ماشي عليه. بحلم إن ناخد بطولة أفريقيا إن شاء الله وكاس السوبر لوسيل إن شاء الله، ودايما يعني بشكر اللعيبه وقفوا وقفه رجاله وخدوا الدوري، ويعني الزمالك بتمنى يكون اكبر نادي في العالم يعني. سبع حروف نعشوا حب الكيان، الزمالك حبه وعشقه.